حياكم الله مشاهدينا الكرام في فقرتنا الأسبوعية ألا وهي مشاريع التميز مع الشباب. نلقي الضوء اليوم على مشروع مميز بحد ذاته وهو كاميليا للزهور. خلينا نتعرف أكثر على هذا المشروع، خلكم ويانا. حياكم الله مشاهدينا من جديد، يسعدنا أن نستضيف صاحب المشروع السعيد المازمي، صاحب مشروع كاميليا للزهور، نتعرف أكثر على هذا المشروع. حياك الله أستاذ سعيد. تحدثنا في البداية عن مشروع كاميليا للزهور، كيف بدأت فيه وبدايتك طبعا معه؟ طبعا نحن بدينا مشروع كاميليا للزهور، بغينا نربط الحاجة في مشروعنا الآخر اللي هو مشروع إكس ديزاين، بغينا نربطها مع الحاجة للمشروع. احنا نحتاج الورود نحن، لان اكثر الشغل اللي نسويه تقديم هدايا للمناسبات، لاعياد الميلاد، للحفلات، المناسبات الخاصة، فبغينا نربطها مع الورد، لحاجتنا للورد. فبدينا مشروع كاميليا للزهور عشان نربط الشغل اللي هو الموجود الاكسيستنج الحاضر مع حاجتنا للورد. نعم، كل التوفيق. تحدثنا عن مشروع الزهور، طبعا ها كاميليا منتشر تقريبا في الدولة، كيف قدرت تكون مميز من بينهم؟ في عندنا تميز ان شاء الله بيكون جديد. نحن ياسين نحاول ان نزرع ورود في الامارات، بيكون انتاج محلي، وهالورود نبيعها في كاميليا ونعرضها في كاميليا ان شاء الله باذن الله. جميل جدا. تحدثنا عن اختياركم لمنطقة المويلح، يمكن لإقبال كذلك بقية الشباب أو المشاريع المميزة فيها. منطقة المويلح طبعا منطقة المويلح عليها إقبال كبير من أهالي الشارقة. اليوم كل حد في الشارقة يبى يزور أو يحتاج شيء، كماليات، كوفيات، ورود. المويلح هي أقرب منطقة، وهي مثلا قلب الشارقة اليوم يعني، وما شاء الله مزدحمة على طول. نحن من 4 سنوات بدينا المشاريع فيها، وركزنا أن المنطقة هاي نزيد فيها من مشاريعنا ونسد الحاجات الاستهلاكية اليومية، الأشياء اللي تغطي المناسبات، احتياجات الشخص يعني بشكل عام. جميل جدا. كيف رأيتم إقبال الناس على كاميليا للزهور؟ أصدقائنا وغير أصدقائنا بدوا يدخلون كاميليا، وقمنا شوي شوي ننشر الشيء هذا، ننشر مثلا اسم كاميليا في الدوائر الحكومية، في المناسبات، نغطي مناسبات كثيرة، حفلات خاصة اللي هي مثلا حد يبى نسوي له ارينجمنت، نجهز للمكان، هاي الاشياء الايفنتات يعني نغطيها كمان يعني في شغلنا في كاميليا يعني. تحدثنا عن الورود، من وين تستوردها؟ نحن مركزين على النوع الهولندي لأنه من أجود أنواع الورود هولندا، الورد الهولندي هو من أجود أنواع الورود. في السوق أثيوبي، في من كذا دولة، بس نحن مركزين على الهولندي لأنه من أجود واللي يعيش أكثر شيء. في ورود معينة لها موسمها في الصيف، ورود أخرى. الورد الجوري الحين صار شوي خف الإقبال عليه، هو لابد منه بس خف الإقبال عليه. في ورود أخرى نزلت في السوق نحن قبل مو موجودة في الإمارات، يعني ما كانوا يبونها وكان قليل الإقبال عليها بسبب الشكل. اليوم الفاشن تغير، الناس بغت أشياء غريبة خفيفة هادية، في أشياء ثقيلة وكبيرة تكون. في بعض الورود مثل البيوني، السوميريا عندكم، هاي كاميليا مثلا، هاك وردة الكاميليا اللي هي وردة شانيل نفسها. جميل جدا. أهم الخدمات تقدمها كاميليا للزهور لزباينها؟ موجود ورد، عملنا تجربة ونجحت التجربة ما شاء الله، والورد طلع، وطبعا فيه اللي هي البيوت البلاستيكية نزرعها تحت بيئة معينة، وإن شاء الله بنسوي إنتاج ينفع المحل نفسه إن شاء الله،
وبيكون ان شاء الله باذن الله ما نقول الاول انتاج محلي، لا ما نقدر، بس يكون انتاجنا الشخصي لمحل كاميليا، وهذا اللي بيميزنا باذن الله ان شاء الله. جميل جدا، كل التوفيق لكم في كل الميادين. تحدثنا عن النصيحة اللي تقدمها لبقية الشباب اللي حابين يقدمون على مشاريع تميز. والله عندي نصيحة بسيطة لكل الشباب، ابدأ البداية ولا تخاف، يعني البداية هي أهم شيء في 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 بداية البداية نفسها، ما يكون في خوف يعني في بداية أي مشروع. طبعا الدراسة، دراسة الجدوى لازم تكون موجودة في أساسيات لبداية أي مشروع، يبدأ مع الأساسيات ولازم يحط له استشاري لازم. شكرا أخوي سعيد على استضافتنا اليوم في كاميليا للزهور، نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله. شكرا لك أستاذة هنا، ونشكر أيضا برنامج ماسي لتسليطه الضوء على هذا النوع من المشاريع الشبابية الوطنية.